نحكي بأكثر تفاصيل على هذا الاختصاص ونحكي كالعادة على مميزات لذاته وبقية الاختصاصات التي تنفرد بها المدرسة العليا للطيران والتكنولوجيا لذات. أما كيف كيف نحب نرحب أيضا برؤية غربي المختصة في العلاج الطبيعي. رؤية شنحوالك؟ شنحوالك أنت لاباس؟ الحمد لله أفهم. الحمد لله. والله فجعتني قبل لونتين أنت قلت لي لازمك علاج أون أورجونس الظهر يا لازم 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 الوقايه خير من العلاج. صحيت والله انت عندك الف حق يا رؤية. ومن بعد موضوعنا معاك يهم برشا ناس ماهيش مربوطه بالعمر. لهنا نحكيوا على روماتيزم اللي يلتوش برشا بوكو دو ترونج داج يعني من الشباب الى وصولا الى الشيخوخه. روماتيزم الرقبه والظهر باش نعرفوا لي سامبتوم نتاعهم باش نعرف نفرق بين روماتيزم بين ضربه بين فو موفمون وغيره ودور المعالج الطبيعي في تخفيف الالام طبعا وفي العلاج. نرجع لك اكيد بعد شويه رؤية. ما خلينا نتعداو مع سي محمد خالد بوزيد طبعا دكتور في الجيولوجيا واستاذ جامعي بالمدرسه العليا للطيران والتكنولوجيا لذات. سي خالد سي محمد خالد عفوا مره اخرى الو مرحبا بكم الناس كل. محمد خالد بوزيد دكتور في الجيولوجيا واستاذ جامعي في الجيوماتيك في اوسان دو ليزات. ليزات قبل كل شيء باش نعرف بها قبل كل شيء. ليزات هي المدرسه العليا للطيران والتكنولوجيا بالشرقيه. ضم ثلاث اربع اختصاصات جيوماتيك الانجنييرا في الطيران تليكومونيكاسيون و انفورماتيك وعندها ليسونس مانتونس اوتوموبيل. ضم 250 260 ايتيديون ما شاء الله. بون تسمى صغيره شويه بارابور ماك تعرف البريفي اللي في تونس الكل. صحيح فهمتني.